منهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله غافر الذنب فضلا وقابل التوب وعدا شديد العقاب عدلا غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب لمن عاد إلى مولاه شديد العقاب لمن عصاه. إلهي وسيدي ومولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجب ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن ذل قدم. إلهي يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا عالما أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. سيدي يا رسول الله أشرق فنورك ساطع بسام يا صفوة الرسل الكرام سلام. أوليتنا شرفا يفيض وحسبنا بالفخر أنك مرسل وإمام. وأصلي وأسلم على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وسيره إليك أمن خوفي وأقل عثرتي وخذني إليك مني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي وارزقني الفناء عني وأسكن بها فقيدنا درجات العلا من الجنة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في بداية هذه الليلة القرآنية وهذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت إلى روح كريمة صعدت إلى رب كريم روح المغفور له بإذن الله تعالى معالي السيد المستشار محمود يوسف الحول. الله أسأل أن يتغمده بوسع مغفرته ورحماته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم من داخل لؤلؤة سرادقات وأولى مقاول الفراشة الذهبية الشهيرة عبر أنحاء الجمهورية تطلب تحت إشراف وإدارة البشمهندس محمد رابح المقيم أبو جندي بمحافظة الغربية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كما نحيط سيادتكم علما أن هذه الليلة تقل لكم عبر شاشات التواصل الاجتماعي يوتيوب عبر كاميرات البشمهندس محمود أبو عيشة صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام
روى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى انه قال: انا عند حسن ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، واذا تقرب عبدي الي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب عبدي الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة تبارك وتعالى. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا لنعيش مع ذكر الله في ملأ، ليذكرنا الله تبارك وتعالى في ملأ في السماوات العلى. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نعيش مع كلام لا يمل سماعه، وصوت يترقب الكل استماعه، قطب من اقطاب التلاوة بجمهورية مصر العربية، قاري اتحاد الاذاعة والتلفزيون، وصاحب الشعبية الجارفة في عالم دولة التلاوة، والذي جاب 38 دولة عبر انحاء العالم، والملقب بقارئ العالم الاول وقارئ الابداع الاول، ملك الله تعالى له بالتوفيق والتجلي، ولي ولكم حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كلمة طيبة كشجرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين سبحانه وجل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
ربنا ربنا غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا 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 إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل
تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، شرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد طابت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بالذي هو خير، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، والتي كانت من سورة إبراهيم وكانت بصوت العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية، ملك الإبداع الأول وملك المقامات وصاحب الشعبية الجارفة في عالم دولة التلاوة، والذي جاب معظم دول أنحاء العالم عبر 38 دولة، فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور عبد الناصر حرك. نقلة أذيعت على مسامع حضراتكم من إحدى وحدات إذاعات